يحضروا معنا في الاستوديو كالعاده الضيف والسيد عبد الرحمن عرعر رئيس جمعيه ندى للدفاع عن حقوق الاطفال. ودنا يعني انك تحضر معنا في طبعا لازم مناسبات تكون ربما مفيده للاطفال او اخبار ساره، لكن هذا هو للاسف الواقع في للاسف. الجزائر. اهلا بك معنا من جديد. اهلا بك، صباح ظاهره الخير. الاختطاف تعود من جديد الى الجزائر. طبعا وهذا كنا حذرنا منه عدة مرات، أنه يعني اليوم تنتهي قصة تبدأ قصة. للأسف نترحم على الضحية ونتمنى للعائلة الصبر، ولكن مش يعني لازم سواء كانت فرضية الاختطاف أو فرضية المهم ضحية. أنه كان اليوم موتات أمامنا ضحية، عامين مقتول أو في اختفاء ولا انتقام، مهما يكون الأسباب التحقيق راح يفرزها، ولكن اليوم عندنا ضحية طفل عامين مقتول. هذا هو لازم نذكر به دائما، هو انتهاك لحق أزلي اللي هو الحق في الحياة. للأسف نذكر فقط أنه من الممكن يعني عن الأسباب، لأنه مواضيع هذه أصبحت مواضيع عدة مرات أسئلة يعني. ومواضيع كلاسيكية. نعم. يعني المواطنين الآن لا ينتظرون مثل هذه الأسئلة. نعم. نلخص فقط قضية عماد الدين ربما في جملة أو جملتين. الطفل نعم. اختفى منذ يوم 15 سبتمبر 2015 بعد العصر، شهرين منذ اختفاء عماد الدين. أدارك كان هناك الجيران العائلة، وبعد شهرين تبين، يعني شهرين تبين أنه الطفل عماد الدين موجود في حفرة تحت النافذة، يعني لا تبعد متر أو مترين عن بيت عماد الدين. تقريبا نفس السيناريو اللي عشناه في ميلا. يعني لكن أنيسة ربما تختلف، لأنه كان في المجرى، كان بعيد عن المنزل، لكن طبعا عماد يعني تحت ال تختلف المعطيات، ولكن الأكيد أنيس يسكن في حي يعني فيها سكان أكثر، هناك إضاءة يعني هناك، لكن عماد الدين حالة مزرية يعني يعيشها هناك. نعم، احنا ماشي لازم نرجع محققين، احنا ونصدر أحكام، نرجح فقط فرضيات، لأنه فرضيات لغاية الآن الطفل عماد يعتبر مختفي وليس مختطف، أو هو مختفي. الطفل عماد يعني اختفى وعثر عليه جثة متعفنة، ولكن إذا الاختفاء وراءه فاعل. الفرضية ممكن تكون هذه، وممكن أنه يكون اختفاء بغير إرادة يعني. المهم حنايا لهذا لازم نخلي الحق العام هو اللي يتكلم، اللي هو وكيل الجمهورية بعد التحقيقات. ما نظنش أن كل التجهيزات اللي موجودة والإرادة اللي موجودة عن مصالح الأمن الدرك الوطني أنه تغفر لهم هذه المدة كامل وجود الطفل في هذا المستوى. نظن باللي ماشي لازم ننساق وراء كل التسريحات، نخلي المجريات القضائية تمشي، التحقيق يمشي، وبعدها نستخلص الدروس. المهم هو اليوم عندنا ضحية أمامنا. خلال يعني هذه الشهرين أكيد أنه العائلة يعني حوست كثير في محيط المنزل، طبعا حفرة يعني أمام المنزل، أكيد أنه الوالد أو الأم يعني ولا الجيران ولا أفراد العائلة يتوجهوا مباشرة محيط المنزل. كاين أنا شوفي المنطقة وين يسكنوا، لو الجثة هذه كانت موجودة من قبل الحيوان كان يكتشفها كما يظهر يعني لأنه يجلب. في الصور التي كانت امس حصريا للتلفزيون. نعم. النهار يعني 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 المنطقه اللي يسكنوا فيها ان كنت ممكن يعني تتابع الصور، يعني من غير المعقول يعني من غير المنطقي انه انسان ما يقدرش يتقبل الفكره انه طفل موجود شهرين. طيب تحدثنا عن العائله، لهذا المواطن اليوم راه مدهوش يعني، اللي راه ساكت ما قدرش يتكلم امام هذا. طيب هذا تحدثنا عن افراد العائله. نعم. نتحدث ربما عن السلطات. نعم. حسب معرفتي يعني الصغيره يعني عن التحقيقات انه الكلاب الخاصه بالتحقيقات ربما تشم ملابس الطفل موجوده في المنزل، ريحه الطفل. نعم. أنه تكون في الملابس اللي كان لبسها من قبل أو حتى في الخزانة. أكيد أنه الطفل لما اختفى كان بالملابس. نعم. الكلاب يعني من غير المستحيل أنها يعني ما تشمش الريحة تاع عماد وهي على بعد يعني. لهذا ماشي لازم نسبق الأحداث. مهم جدا، احنا ماناش مختصين في البحث الجنائي الى اخره، لهذا نخلي التحقيق. المهم اليوم لازم نعرف باللي مش لازم نسكتوا كمواطنين كمجتمع أمام هذه الحالات اللي أصبحت اليوم هي المسيطرة على المشهد اليومي تاعنا، على حياتنا اليومية. اليوم أطفالنا كي يشوفوا هذه الصور إلى آخره ولو هم يخافوا، يقول لك بابا روح المدرسة وكان يسرقوني، يكون يخطفوني.
حتى انك الاب لما يكون مع مع اولاده، هذه الاصداء اللي راها توصلنا. فلهذا اليوم المجتمع لازم يتجند كامل، ولازم نعمل في العمق في هذا في قضيه حمايه اطفالنا، بدايه من الوقايه الى الردع. تصوري اليوم اذا كان التحقيق وصل بانها جريمه وراءها مجرمين في قضيه عماد، هما اللي اختطفوه، هما اللي رموه الى اخره، ماذا نقول؟ ربما كان ذلك ايضا دور الاعلام وتواجد الاعلام اللي ربما زاد كثف مجهودات السلطات وخلوا ربما المجرمين، هذه يعني فرضيه وليست فرضيه فقط نناقشها، انه هي دفعت المجرمين ربما لرجع عماد امام المنزل. للأسف إرجاعه ميت، هذا إذا كان فرضية حقيقية. طيب فرضية أخرى، حتى أنه لو الطفل مات عماد الدين، لمن تحمل المسؤولية؟ طبعا المسؤولية ترجع للأسرة بالدرجة الأولى إذا كان في إهمال، لأنه التحقيق راح يوصل لها. لهذا لازم العائلة الجزائرية وخاصة العائلات اللي يسكنوا في المناطق النائية عندهم مشاكل كثيرة تاع قنوات الصرف الصحي الموجودة، قنوات الصرف، الطرقات، الإنارة، المرافق اللي تستوعب الأطفال إلى آخره. هذا مثلا المنطقة اللي كنا نشوفوا فيها، المفروض 2015 ما تبقاش منطقة كما هذه، المفروض التنمية توصلها، الأشياء الضرورية توصلها إلى آخره. هذا مهم جدا، وهذا يدخل في صميم حماية الأطفال. لما تكون البيئة الحامية من عمران إلى سكن مهيئة لهذه، هذا يساعد على الأسرة. ولكن مهما يكون، اليوم الأسرة الجزائرية مسؤولة أمام أطفالها أنها هي تحميها، تكون مرافق لها. يعني ما نغفلش على أولادنا، خاصة لما يكونوا في السن هذا، عامين، 3 سنوات، 4 سنوات، تعرفي الطفل ما يعرفش اللي فهمتي، يقدر ما يعرفش ايضا يتوجه للحفره ويطلع، طبعا ما يعرفش يتوجه للحفره، وما يعرفش يقاوم، ما يعرفش يتكلم مع الاجانب الى اخره. طيب. فلهذا نكون يقظين. طيب عرعر، ما رايك في الغاء عقوبه الاعدام في حق مختطفي الاطفال؟ ما فيش الغاء، فيه تجميد. تجميد. طيب من فضلك استسمحك، لو نتابع فقط التقرير اللي نرى اراء المختصين في القانون حول الغاء عقوبه الاعدام مع وليد بوهراوه، وبعدها لنعود لمواصله النقاش. الجزائريون يستيقظون على وقع نهايه ماساويه اخرى للبراءه. عماد الدين المفقود منذ قرابه الشهرين يعثر عليه داخل بئر امام منزله، قصه طبق الاصل لقصه انيس برجم في ميلا، وقبله شيماء، سندس، هارون وابراهيم. الاختطاف إرهاب جديد، لا تزال آراء المختصين متباينه في تطبيق عقوبه الاعدام على مرتكبيه. الى اختطف نقدروا نوقفوا الاتفاقية تاع 93 ونرجعوا لعقوبة الإعدام ولو بصفة مؤقتة، باش ربما نتخلصوا من هذا الظاهرة نتاع اختطاف الأطفال. لكن من بعد يلزم نرجعوا لإلغاء عقوبة الإعدام، خاطرش في ظني أنا، في ظني أنا عقوبة الإعدام فات وقتها. رغم استفحال الظاهرة، إلا أن كبار أصحاب الجبة السوداء يرفضون تطبيق حكم الإعدام على الجناة. الإعدام هذا ليس بالجزاء أو الوسيلة التي تضع حدا للإجرام. ما نظنش أنه الذي سيقدم على الإجرام يحس بإعدام الآخر. استئصال الظاهرة التي تهدد حياة الأطفال أصبح لزاما على الدولة من خلال إيجاد آليات جديدة لتكييفها مع الواقع. سيد عرعر، إذن أنت مع تجميد عقوبة الإعدام؟ لا 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 لا، مش مع تجميد، لا. أنا تكلمت عدة مرات، تكلمت أنه بادرنا بتعديل قانون العقوبات وين في قضية القصر والاختطاف المتبوع بالتنكيل والاعتداء الجنسي والقتل، العقوبة تاعه هي الإعدام. هذا في قضايا القصر خاصة بالاختطاف. أما القضايا كيف يكون الإعدام؟ نعلم أن الإعدام في الجزائر هو مؤبد. اليوم احنا نطالب السلطات أنه كما قال الأستاذ قسمطيني، الرفع المؤقت لهذا التجميد في قضية القصر، مش كل القضايا، لأن القضايا الأخرى تتطلب حوار معمق مع كل مختصين بما فيهم رجال الدين والمحامين والقضاة وعلم الاجتماع وعلم النفس إلى آخره في الموضوع هذا. أما اليوم أمام استفحال هذه الظاهرة،
يعني تاع الاختطاف خاصة منذ 2012 إلى يومنا هذا، لابد من ردع حازم، وهذا الردع ما يكون إلا بتنفيذ عقوبة الإعدام والمؤبد فيها في حق هذا المرتكبين للجريمة. هذا هو موقفنا في الشبكة. تؤيدون رأي فاروق السيد فاروق؟ ناقشنا مع الأستاذ قسنطيني هذا الموضوع، تبقى الآن أطراف أخرى عندها رؤية ووجهات نظر نحترمها، وممكن عن طريق الحوار نقتنع مع البعض في أنه مصلحة الفضلة للطفل قبل كل شيء. العبرة نريد أن نعطيها مش فقط للمجرمين، نعطيها للمجتمع كامل. طيب، هذا هو الأساس. معنا عبر الهاتف مباشرة السيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، السيد الأستاذ نجيب بيطام. صباحك سعيد، أهلا بك معنا. صباح الخير سيدتي، صباح الخير لضيفك الكريم. نعم، طيب كنا قد تحدثنا من قبل عن فرضيات كقانوني سيد أحمد بيطام، كيف ترى الفرضيات التي كنا قد تحدثنا عنها من قبل فيما يخص قضية الطفل عماد الدين؟ تفضل. شكرا سيدتي. فيما يتعلق بحادثة هذا الطفل عماد الدين، ثمة فرضيتين ولا أريد أن أستبق الحدث ريثما يعلن عن نتائج، تعلن الجهات المخولة قانون نتائج تشريح الجثة. فقلت ثمة فرضيتين، إما أن يكون حادث عربي مثل ما أدلى بذلك والد هذا الطفل، بمعنى أن يكون الطفل قد توجه إلى ذلك المكان بمحض إرادته بحثا عن شيء ما مثلا، وسقط في هذه المطمرة، وهذه الفرضية هنا يكون الحادث عربي. ومهما حتى ولو كان حادث عربي، فالمسؤولية تقوم بالنسبة لصاحب هذه المطمرة. إذا كانت هذه المطمرة وهذه الحفرة تابعة لشخص طبيعي، سيتحمل مسؤولية تركها عارية هكذا دون غطاء. بيطام، لتوضيح فقط انه الحفرة كانت مغطاة بالحديد، يعني ما كانتش مفتوحة، كانت مغطاة بالحديد. اذا في هذه الحالة نثير الفرضية الثانية، ان يكون تواجد الطفل عماد في تلك الحفرة فناتج فعل اجرامي مجرم ناتج عن اختطاف هذا الطفل وقتله قبل رميه في الحفرة، ومن ثم وضعه في هذه الحفرة لطمس معالم الجريمة. الآن الكلام اللي سمعناه من قبل وأنه تم تمشيط في الجهة، فهذا لا يبعد فرضية ارتكاب الجنات لهذه الجريمة بعد عملية التمشيط. قد تكون العملية 24 ساعة مثلا قبل الاكتشاف، 40 ساعة، 3 أيام، 4. كل هذه التساؤلات سيجيب عنها التشريح الطبي للجثة، سيحدد تقرير الطبيب الشرعي ما إذا كان هذا الطفل عماد قد تعرض لاعتداء جسدي أو إلى عنف جسدي أو إلى اغتصاب قبل قتله ورميه في تلك المطمرة. على أي حال، في كلتا الحالتين أنا ما أردت أن أتساءل عليه سيدتي المحترمة. تفضل. لماذا أخذت هذه القضية كل هذا الوقت؟ ربما سيد نجيب بيطام، ربما أيضا كما ذكرت مسبقا أنه تواجد الإعلام هناك والنقل المباشر وتكثيف جهود السلطات هناك ربما سرع الأحداث وجعل الجنات ربما أصحاب يعني اللي قاموا بهذا الفعل الشنيع، إن كانت القضية قضية أو إن اعتبرت جريمة، ربما هذا هو ما سرع الأحداث في المنطقة هناك. بالتأكيد إعلامية هذه الحادثة أو تناول الإعلام خاصة من طرف قناتكم المحترمة لهذه القضية سيربك الفاعلين سواء في قضية عماد أو في قضايا أخرى، لأن هذا المجرم هذا يكون يتابع هذه. سيد نجيب بيطام، ربما نقطة لا يعلمها المشاهدين أنه فريق النهر يعني كان في طريقه للعودة إلى الجزائر العاصمة، يعني في نص طريق عودوا ورجعوا عند سماع الخبر أنه تم العثور على عماد الدين، رجعوا إلى منطقة الحادثة. نعم، لأنه ربما كانوا يأسوا من أنه البحوث ستؤدي إلى نتيجة. أنا سيدتي المحترمة ما أريد أن أتساءل عليه، لماذا أخذت هذه القضية كل هذا الوقت؟ هذا البحث هل هو نقص في الإمكانات تاع الجهات المخولة بالتحقيق بتلك الجهة؟
مقارنة بقضية الطفل أمين في الجزائر العاصمة أنه إخفاق يضاف إلى جملة الإخفاقات السابقة؟ وهذه مسألة يجب أن نقف عندها. صح. لماذا أخذت هذه القضية كل هذا الوقت؟ يجب أن نبحث أيضا في الأسباب. هل نقص الإمكانات في هذه الجهة أم يعود إلى نقص التجربة أم نقص الفنيين؟ ولا أعتقد ذلك، لأن مصالح الأمن الجزائرية وتتمتع بخبرة في هذا المجال. فلماذا إذن أخذتها الوقت؟ خاصة لماذا أشير إلى هذا التساؤل؟ أن مكان الحادثة مكان ضيق صغير مقارنة بمكان على العاصمة. العاصمة كبيرة. صحيح. العاصمة كبيرة. حالة وظروف هذا الضحية، والد الضحية حسب ما شفت أنا عبر قناتكم، حالته الاجتماعية، ما هوش رجل غني، ما هوش حالة مزرية، يعني حتى حالة العائلة كلها وحالة المنطقة أيضا بالتحديد. حالة مزرية، يعني لو كان ضيقنا وكثفنا البحوث والتحريات كنا نعرف إذا كان جريمة، راني نقول بين قوسين، إذا كان ثبت باللي تعرض إلى جريمة اختطاف. السيد بيطام، ربما هذا يذكرنا أيضا بقضية إبراهيم وهارون، يعني كان بين المنزل، بين منزل هارون وإبراهيم عمارة فقط، كانوا يتواجدوا في نفس في العمارة. نعم. في العمارة يعني قريب من عمارة إبراهيم وهارون. نعم، يجب الجهات المعنية أن تسلط الضوء ونحملها جزءا من المسؤولية في هذا البحوث. كيف تكتشف جثث صغار على بعد عدة أمتار من مقر سكنهم بعد عدة أيام؟ هذا سؤال كبير يجب إشكالية، أن يعني يجب أن نرفع عنه اللبس. هل نقص إمكانات؟ هل نقص تجربة؟ هل نقص تكوين في هذا الإطار؟ يجب في الدول الأوروبية حوادث كيما هذه يدرسوها، يبدأوا يدرسوها في معهد التكوين تاع مصالح الأمن، في معهد التكوين تاع رجال الدرب. لازم ناخذوا هذه العينات وندرسوها، وتكون بحوث، تكون بحوث أكاديمية علمية وتقنية. لماذا نخفق عن بعض الرسالة؟ نعم. حتى يأتي مواطن ولا راعي يقول كان كنت مسرح لقيت الجثة في الغرب. صحيح. صح. على كل سيد نجيب بيطام، سنعود إليك إن كان هناك ندوة الصحفية التي سيعقدها وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، سنحاول الاتصال بك لمناقشة ما سينبثق عن هذه الندوة الصحفية. شكرا جزيلا لك سيد نجيب بيطام، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. السيد عبد الرحمن العار، إشكالية ربما طرحها سيد مهمة نجيب جدا. بيطام، إشكالية دقيقة ربما طرحها سيد نجيب بيطام، ولهذا التحقيق راح يتطرق لها. إذا كان فيه أي تهاون أو إخفاق من مصالح التحقيق في الملف يتحمل المسؤولية، مهم لأنهما مسؤولين أمام العدالة في هذا الموضوع، وخاصة أننا نعرف باللي منطقة الجريمة تكون تحت الرقابة وتحت الحماية. يعني أي شخص يدخل ولا يخرج من المفروض يتم رصده. لهذا المواطن من حقه يسأل، لأن اليوم القضية أصبحت قضية رأي عام، ولا بد من السلطات القضائية تعطي أجوبة على حول الموضوع، قضية هل هي اختطاف أو اختفاء، ومن الفاعل، ولماذا التحقيق خذ كل هذا الوقت. ويبقى دائما أننا لا نشكك في خبرة وقدرة مصالح الدرك الوطني مع كل الإمكانيات الموجودة عندهم. العكس، لهذا من حق المواطن أنه يسأل، من حق المهتمين بقضايا تاع العدالة والطفولة أنه يطرح هذه الأسئلة. نتمنى أنه ما يكونش هناك تهاون وما يكونش هناك ثغرات في قضية البحث وأخذ هذا الوقت كامل، هذا مهم جدا. صحيح. طيب إن جد جديد ستكون أكيد إن شاء الله نبقى في تواصل في الموضوع أكيد، لأنه يهم كل المجتمع الجزائري. طيب كلمة أخيرة حاب نقول باللي لازم المواطن الجزائري ما يخافش أمام هذا الضغط اللي نشوفوه من حالة إلى آخر. العكس، لازم نحافظ على المنظومة الاجتماعية تاعنا، مش لازم نتهاون في أي لحظة من اللحظات. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا سيد لي. أحمد عبد الرحمن عرعار، رئيس جمعية ندى للدفاع عن حقوق الأطفال، نلتقي ربما في مناسبة أفضل من إن شاء الله هذه. سعيد إن شاء الله أكثر. شكرا جزيلا لك. تسيير ألمنا هذه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. إذن الحديث عن ظاهرة الاختطاف كشف